إنما وليكم الله. الله وهو الأساس على فكرة، الأساس إنه الله هو الولي، الله هو الولي، تمام. فالأصل إنك تتولى الله. طب كيف بدي أتولى الله؟ دينه ورسالته. ثم تأتي في الدرجة الثانية الآن الموالاة لجماعة المؤمنين بشكل عام، لأنه هم نفسهم اللي بيحملوا رسالة الله سبحانه وتعالى، فأنت أصلا توالي الله. طب ليش بوالي المؤمنين؟ لأنه هذا التجمع الإيماني من أجل الحق ونشر الحق لابد أنهم يكونوا يد واحدة في هذه المسألة. إذن الموالاة حقيقة لمين؟ لله. إيش يعني لله؟ يعني للدين الحق. وتأتي موالاة المؤمنين من أجل هذا أصلا، لابد تكون الأمة المسلمة متميزة في فكرها وقيمها وسلوكها إلى آخره، وبهذا الشكل بتكون الدعوة إلى الله والتأثير في الأمم الأخرى. ومن هون كان في تركيز إنه فقط أنت ولاءك للمؤمنين، فقط ولاءك، يعني فقط ولاءك للدين، يعني فقط ولاءك لله بس، فيش ولاء ثاني، يعني مش مسموح ولاء ثاني. طب والأشياء المسموحة؟ الأشياء المسموحة مش هذه الولاء. إنما وليكم الله ورسوله، طبعا رسوله رسالة، إذن رسوله باعتباره حامل الرسالة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. شوف أهم قضيتين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهم راكعون. إيش يعني إيش ركع؟ لاحظوا إحنا اليوم لما منقول إنه إنسان جاء وخضع شو منقول؟ ركع. وأحيانا كان بيهدد، كان قال والله لا أركعه. شو مقصود يركعه؟ إخضاعه. فالركوع فيه معنى الخضوع، وخصوصا إذا خضوع من جوا كمان في القلب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم في حالة خضوع لله سبحانه وتعالى فيما شرع وكلف، خاضعين مستسلمين. هدول أولياؤكم المستسلمين لدين الله. هذا النوعية من البشر، وهم اليوم الحمد لله كثار، اللي بيسألك انه يجوز ولا لا يجوز، حلال ولا حرام، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، شو مطلوب منا، كل هذا الكلام ايش هو؟ هذا واضح انه ركوع. شو يعني ركوع؟ يعني خضوع عن قناعة واستسلام. خلاص حرام حرام حلال. طب اللي قال حرام ثم عصى واعتبر نفسه انه هو ضعف، واعتبر نفسه انه عاصي، واعتبر نفسه انه لازم يستغفر، برضه طالما انه بده يستغفر وطالما انه شاعر بتأنيب الضمير وكذا، اذا هو من ضمن هذا الاطار. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. يعني لما يحصل هذا الكلام انه يكون في، لاحظوا، المجتمع المؤمن متوالي، المجتمع المؤمن مش بالضرورة يتحد حدود على فكرة، يعني مش الحدود اللي رسمها الاستعمار وغيره وبرسموها الطغاة هي اللي بتجعل الأمة منقسمة، لا، انت المهم موالاتك للمؤمنين بشكل عام. الطغاة اللي على العروش مش عم بيجعلوا الأمة تكون قادرة على انها فعلا يكون في موالاة حقيقية، فبتجد الآن تجد الظلم ممكن يحيق في المسلمين في مكان او اخر. كل هذا أساسه على فكرة مش إنها الأمة مقصرة، بقدر ما إنه هالطغاة اللي على العروش هدول هم أساس تفرقة الأمة، وضع الحواجز بينهم، ومنع إنه يكون في موالاة حقيقية بحيث أنت تكون موالي للمؤمن في أي مكان في العالم طالما إنه مواصفاته هيها ذكرها القرآن الكريم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله سبحانه وتعالى اعتبر الأمة الإسلامية حزب، اللي نزل من السماء إيش؟ مش فكرة، عقيدة، شريعة، مبادئ، أخلاق، مش هيك؟
هذا اللي بينتصر في النهاية. وين انت بنتصر على فكرة؟ لما يكونوا فعلا المؤمنين جماعة واحدة. انتوا حتى بتشوفوا العالم كله بتغير امامكم.